هنتكلم عن عضلات العضلات الفور ارم. عضلات الفور ارم بناخدهم في اثنين في تو جروبس، جروب بنقول عليها الاكستنسور جروب وجروب بنقول فليكسور جروب. الاكستنسور جروب دول دايما بيبقوا كرينيو لاترال. يعني ايه كرينيو لاترال؟ يعني بنبص على بتبقى من ناحيه اللاترال من بره جسم الحيوان، وبتبقى كرينيال بنبص على الحافه من قدام، دايما بتبقى كرينيو لاترال. عضلات الفليكسور جروب، عضلات الفليكسور جروب دايما بتبقى كودو ميديال، ناحيه الكودال وناحيه الميديال. ده بالنسبه لمكان كل البوزيشن بتاع الاكستنسور جروب والفليكسور جروب. الاكستنسور جروب من اسمها كده بتعمل اكستنشن بتعمل اكستنشن للكاربال والديجيت، وبتعمل فليكشن للالبو جوينت عكس الفليكسور جروب. الفليكسور جروب بتعمل فليكشن للكاربال والديجيت وبتعمل اكستنشن للالبو جوينت. ايه هما بقى عضلات الاكستنسور؟ عضلات الاكستنسور اول حاجه بنقول عضلات هنعددهم وبعدين نشرحهم بالتفصيل. من عضلات الاكستنسور جروب الاكستنسور كارباي رادياليس، اكستنسور كارباي رادياليس كومون ديجيتال اكستنسور، لاترال ديجيتال اكستنسور، لاترال ديجيتال اكستنسور، الاكستنسور كارباي اوبليكس. ده بالنسبه لعضلات الاكستنسور جروب. الاكستنسور كارباي رادياليس بتاخد الاورجن بتاعها من فوق من على اللاترال ايبي كوندايلويد كريست اوف الهيومرس، اللاترال ايبي كوندايلويد كريست اوف الهيومرس، بتروح تنتهي هي اكستنسور كارباي، بتنتهي تحت عند الميتا كاربال بون عند الميتا كاربال تيوبريستي. يبقى بتاخد الاورجن بتاعها من فوق من على اللاترال ايبي كوندايلويد كريست اوف الهيومرس وتنزل لتحت تحت الكاربال وتنتهي عند الميتا كاربال تيوبريستي، الميتا كاربال تيوبريستي. دي بالنسبه لاول عضله معانا اللي هي اكستنسور كارباي رادياليس. بعد كده عندنا عضله اسمها الكومون ديجيتال اكستنسور. كومون ديجيتال اكستنسور من اسمها كومون، يعني بتيجي من كذا عظمه، من عظمه الهيومرس، من الديستال اكستريميتي اوف الهيومرس و اللاترال تيوبريستي اوف الريدياس والبودي اوف الانو. فبتيجي الاورجن بتاعها من ثلاث اماكن، الهيومرس والريدياس والانو. زي ما قلنا الهيومرس بتيجي منين؟ من الديستال اكستريميتي اوف الهيومرس واللاترال تيوبريستي اوف الريدياس والبودي اوف الانو. بتروح تنتهي لنا بايه؟ هي اسمها كومون ديجيتال اكستنسور. ديجيتال يعني هتمشي هتنتهي على الديجيت من تحت، تنتهي على الاكستنسور بروسيس اوف الثيرد فارينكس. الكومون ديجيتال اكستنسور بتنتهي بتندل بيوصل لحد الاكستنسور بروسيس اوف الثيرد فارينكس، اكستنسور بروسيس اوف الثيرد فارينكس بيوصل لحد تحت خالص. ده بالنسبة لتاني عضلة معانا اسمها الكومون ديجيتال اكستنسور، عرفنا الاورجن والانسرشن. بعد كده معانا عضلة اسمها اللاترال ديجيتال اكستنسور. عضلة دي بنقول عليها اللاترال ديجيتال اكستنسور. اللاترال ديجيتال اكستنسور بتاخد الاورجن برضو من اللاترال تيوبريستي اوف الريديوس والبودي اوف الانا، وبتنتهي بتنتهي لنا تحت على الديجيت برضو، بس بتنتهي عند الفيرست فارينكس، تنتهي تحت عند الفيرست فارينكس. دي بالنسبه لعضله ايه؟ اللاترال ديجيتال اكستنسور. لاترال ديجيتال اكستنسور زي ما قلنا بتبدا من فوق من عند الريدياس وتنتهي عند الفيرست فارينكس بتندو، لاترال ديجيتال اكستنسور ماسل. بعد كده في عندنا اخر عضله معانا من عضلات الاكستنسور جروب، الاكستنسور كارباي اوبليكس. اكستنسور كارباي اوبليكس هي عضله مائله جايه مائله من على الميديال سيرفيس بتاع اوف الريدياس، جايه من بتاخد الاورجن بتاعها من على الميديال سيرفيس اوف الريدياس. عضلات الاكستنسور تاني اكستنسور كارباي رادياليس، كومون ديجيتال اكستنسور، لاترال ديجيتال اكستنسور، اكستنسور كارباي اوبليكس. بعد كده هناخد عضلات الفليكسور. عضلات الفليكسور جروب بنقول ان هي بتعمل فليكشن، تبقى موجوده كودو ميديال، يعني زي ما قلنا ميديال من جوه جسم الحيوان، ناحيه الداخليه لجسم الحيوان القريب من الميديال بلين، واللي هي ناحيه الكودل. فمتركزه فين؟ بتعمل الاكشن بتاعها ايه؟ بتعمل فليكشن للكاربال والديجيت، وبتعمل اكستنشن للالبو. ايه هما العضلات؟ فليكسور كارباي رادياليس جنب الريدياس على طول، اسمها العظمه اهي دي عظمه الريدياس. الفليكسور كارباي رادياليس، الفليكسور كارباي اناليس، فليكسور كارباي رادياليس، فليكسور كارباي اناليس. عضله عندنا بتبان لنا من ناحيه اللاترال اسمها اناليس لاتراليس، اناليس لاتراليس. بعد كده لما نفتح الفليكسور كارباي اناليس بنشوف
عضله تانيه اسمها السوبرفيشال ديجيتال فليكسور، سوبرفيشال ديجيتال فليكسور. وعندنا العضلات دي كلها سوبرفيشال ديجيتال فليكسور والديب ديجيتال فليكسور، كل دول بنسميهم ديب ديجيتال فليكسور، بيكونوا ثلاثة هيد هنقولهم بالتفصيل دلوقتي. يبقى اول حاجه عندنا العضله اللي جنب الراديوس على طول من على الميديال، من ناحيه الميديال بنقول عليها الفليكسور كارباي رادياليس، فليكسور كارباي رادياليس. بتاخد الاورجن بتاعها، معظمهم بياخدوا من الميديال ايبيكوندايل اوف الهيومرس، ميديال ايبيكوندايل اوف الهيومرس، واحنا قلنا بتنتهي على الكاربل، بتروح هتنتهي عند السكند ميتاكاربل، السكند ميتاكاربل دي بالنسبه للفليكسور كارباي رادياليس. بعد كده عندنا ايه؟ الفليكسور كارباي انالز، فليكسور كارباي انالز، فليكسور كارباي انالز تاخد من ميديال ايبيكوندايل اوف الهيومرس وتنتهي لنا عند الاكسسوري كاربال بون، الاكسسوري كاربال بون ده بالنسبه لمين؟ للفليكسور كارباي انالز. بعد كده عندنا عضله اللي هتبان لنا من على اللاترال، الوحيده اللي بتبان من على اللاترال من عضلات الفليكسور جروب اسمها، من اسمها اسمها النارز لاتراليس، النارز لاتراليس. النارز بتبقى بتاخد الاورجن بتاعها من اللاترال ايبيكوندايل، اللاترال ايبيكوندايل اوف الهيومرس، لاترال ايبيكوندايل اوف الهيومرس، وبتروح تنتهي فين؟ بتروح تنتهي عند اكسسوري كاربال بون، برضو الاكسسوري كاربال بون ده بالنسبه للنارز لاتراليس. بعد كده في عندنا ايه؟ هنفتح في عضله الفليكسور كارباي النارس، هنفتح فيها ونشوف ناقص لنا عضلتين. اول عضله معانا دي اسمها السوبرفيشال ديجيتال فليكسور، سوبرفيشال ديجيتال فليكسور، نفس الحكايه بتاخد من الميديال ايبيكوندايل اوف الهيومرس وتروح تنتهي لنا عن، احنا بنقول سوبرفيشال ديجيتال فليكسور، فليكسو ديجيت يعني بتروح تنتهي عند الديجيت تحت، عند الايه؟ عند الفيرست، ما بين الفيرست والسكند فالانكس، ما بين الفيرست والسكند فالانكس بتنتهي السوبرفيشال ديجيتال فليكسور. سوبرفيشال ديجيتال فليكسور ده بنقول عليه اسمه سوبرفيشال ديجيتال فليكسور تندون، يبقى هي سوبرفيشال ديجيتال فليكسور ماسل بتنتهي بحاجه اسمها سوبرفيشال ديجيتال فليكسور تندون، بيوصل لحد ما بين الفيرست والسكند فالانكس. بعد كده في اخر عضله معانا بنقول عليها اسمها الديب ديجيتال فليكسور، ديب ديجيتال فليكسور بتتقسم لنا لثلاثه هيد، اول هيد واكبر هيد معانا دي كلها بنقول عليها ايه؟ بنقول عليها الهيومرال هيد، دي كلها كده بنقول عليها الهيومرال هيد، الهيومرال هيد، الهيومرال هيد اوف ديب ديجيتال فليكسور، هيومرال هيد اوف ديب ديجيتال فليكسور ماسل. نفس طبعا الاورجن بتاع الديب كلها بتاخد من ميديال ايبيكوندايل وتنتهي فين؟ الديب، الديب ديجيتال فليكسور ماسل كلها بتنتهي عند السيرد فالانكس، بتنتهي تحت خالص عند السيرد فالانكس، يبقى بتاخد الاورجن من الميديال ايبيكوندايل وتنتهي تحت عند السيرد فالانكس على السيميليونر كريست اوف السيرد فالانكس. تمام. يبقى اول هيد معانا قلنا اسمها الهيومرال هيد، الهيومرال هيد اوف ديب ديجيتال فليكسور، الهيومرال هيد اوف ديب ديجيتال فليكسور. بعد كده في عندنا اللي لازقه على العظم على طول بنقول عليها الراديال هيد، اللازقه على عظمه الراديوس بنقول عليها اللي جوه دي الراديال هيد اوف ديب ديجيتال فليكسور، راديال هيد اوف ديب ديجيتال فليكسور. يبقى عندنا هيومرال هيد، راديال هيد، ناقص هيد تانية اسمها الانر هيد اوف ديب ديجيتال فليكسور، انر هيد اوف ديب ديجيتال فليكسور. يبقى الانر هيد، الهيومرال هيد، والراديال هيد اوف ديب ديجيتال فليكسور. تمام. التلاتة بيجتمعوا مع بعض وبيعملوا لنا تندون اسمه التندون اوف الديب ديجيتال فليكسور ماسل او الديب ديجيتال فليكسور تندون. طب احنا عندنا التندون ده كان ايه؟ ده التندون اوف السوبرفيشال ديجيتال فليكسور ماسل او السوبرفيشال ديجيتال فليكسور تندون، وده الديب ديجيتال فليكسور تندون، ده بيكون سيميليونر انما ده بيكون راوندد او سيركولر. تمام. بعد كده قلنا الانر هيد، الانر هيد عشان نميزها اكتر بتبقى موجوده فين؟ بتبقى موجوده ما بين اللي احنا قلناها على اللاترال دي النارز لاتراليس، واللي على الميديال دي اللي هي الفليكسور كارباي النارز، وما بينهم الانر هيد موجوده في الزاويه تحت الالبو جوينت على طول. يبقى دي النارز لاتراليس، انر هيد اوف ديب ديجيتال فليكسور، الفليكسور كارباي النارز. هنقول بعد كده ملخص سريع للعضلات كلها. الاكستنسور جروب في عندنا منهم مين؟ الاكستنسور كارباي رادياليس،
كومون ديجيتال اكستنسور، الاكستنسور لاترال ديجيتال اكستنسور، لاترال ديجيتال اكستنسور، الاكستنسور كارباي اوبليكاس عضلات الفليكسور، فليكسور كارباي رادياليس، فليكسور كارباي النارس، سوبرفيشال ديجيتال فليكسور، الهيومرال هيد اوف ديب ديجيتال فليكسور، الراديال هيد اوف ديب ديجيتال فليكسور، الانر هيد اوف ديب ديجيتال فليكسور، الفليكسور كارباي النارس بتبان من هنا، فليكسور كارباي النارس. تمام. بالنسبه للاكشن والاوريجين والانسرشن هنشوفهم في الجدول القادم.